شو بكن انت وياه؟ اليوم متغالظين، عن جد نزعتوا لي مرائي. جا جريمات سرعنا، روح وشغل الاغاني. برافو، فكرة حلوة. دا خليه منكم اصلا. في شي مهم بدي اسألك عنه. هلا الفيديو يلي صوروه اليوم عن جد ممكن يعرضوه هيك بكل بساطة؟ هالشي اسمه تدخل بالحياة الخاصة، وإذا اشتكينا للمحكمة منكسب القضية. فكرة حلوة، خلينا نرفع قضية على بابا. لو سمحت روحوا احكي مع عمو كينان وخلي يلغي هالمشروع. ايه؟ ما هي؟ إلغي، شو رأيك انت؟ شو صار لك؟ شبه؟ شو الموضوع؟ شكلها الأمور اليوم ما مشيت مثل ما بدك، والواضح انك وقعت بالفخ يا ساندريلا. كيف؟ ولا شيء. ليكوا اسمعوني يا شباب، معقول نحن بإيدينا بدنا نعطيهم شي ضدنا؟ يعني ما بدنا نعمل شي وبدنا نضل هيك مكتفين ومربطين؟ شو بدنا نعمل؟ الموضوع انتهى، بس يمكن فينا نضمن حالنا. كيف؟ بكرة مين بده يروح لعند مين؟ شو جمرة كانت بدها تروح لعند هذا الغبي اللي اسمه عرب وجاجري لعند زينو. وانت بارك؟ لعند علي. تمام تمام، بس أنا ما فهمت شو بدنا نعمل. بدنا نخلي ولاد منطقة توزلو يندموا. الثلاثة رح يشوفوا كيف بيفكروا إنهم يتحشوا مناخيرهم بحياتنا. أنا موافق، بس ما مندخل هالمراهق أبدا بالخطة، لأنه ما لي خلق أتحمل عذاب ضميره أبدا. مرحبا. أهلي هزال، بعدين رح نحكي بالتفاصيل معك. شو شايفة صايرين عم تسهروا من دوني؟ لو ما شفت الستوري ما كنت عرفت. حياتي أصلاً السهرة بدونك مو حلوة يا بنو. حبيبتي وأنا كان بدي اتصل فيكي. ليك عم قول بكرة خليني روح معك لعند زينو نتسلى سوا. موافق، حلوة الفكرة. علي الصوت كمان شوي. ايه علي. أيوة. كمان علي. يلا حلو. ورجينا يلا. يا عيني شو هاد. يلا تعالوا كمان انتوا معي. يلا قوم تعال، ما بدي. لا ما بدي. يلا يلا يلا. لك علي والباقي عندي. خلينا نعطيهم درس حلو لأولاد توزلو. ايه وأنا برأيي لازم نعطيهم درس. ايه شو بدنا نعمل؟ شو الخطة؟ خليها مفاجأة حبيبتي، تجي وبتعرف. إلغي، كل ما كان العدد قليل كل ما بيكون أحسن جمرة. في مؤامرة عم تصير هون، انتبهوا. تعالي 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 تعالي. فيكي تعرفي شو الخطة؟ شو هاد؟ يعني هيك مفكر حالة إنها ساعدتنا؟ أخي أنا متأكد إنه هدول ناويين على شيء، هالعديمين الشرف ناويين على شيء، بس ما يجوا بكرة بكل وقاحة. إذا إجوا رح تشوف شو رح أعمل فيه. إن شاء الله يجوا أخي إن شاء الله. بس بدي أسألك سؤال، جمرة كلنا بنعرفها، بس أنت عندك ثقة ببارك؟ لا جمرة ولا بارك، أنا ما بوثق بحدا غير فيكم بهالكتكوتة. خليهم ينصبوا فخ لإلنا، من دون ما نعمل شيء رح ننزع لعبتهم إن شاء الله. لو بعرف كنت فتت على المشفى من زمان يا بيبي. يعني من بعد هلأ خبريني قبل ما تزعلي وتبعدي عني، مشان خلي حدا يضربني بسكين أو قول لحدا يقوصني مشان حبيبتي تحن علي. بلغ لاستك بارك، عم تخوفني بهالحكي، خلص اسكت لو سمحت. طيب عن جد شو صار؟ آخر مرة تركتك فيها كأنك كنت حابة واحد تاني، شو يلي تغير؟ أنت كنت عم تضايقني وأنا ضايقتك وهيك طلعنا خالصين. ايه يعني فريق توزلو ياكا خلصوا زيارات البيوت، شو بدنا نعمل هلأ حبيبي؟
إيلجي ما حكى لك شيء؟ إيه بس حكى باختصار كتير يعني. أنت عطيني شوية تفاصيل مشان بكرة ما خبص بشي. تعرفني أنا بهيك مواضيع شوي. بنت فاشلة. برافو عليك. أنا هيك. بارك ممكن تجي شوي؟ بارك. عفوا حبيبتي. بس دقيقة. خير شوفي. هزال أنت مجنون الشي خير؟ أنا كل ما بدي أتقرب من جمرة رح تشغلي زر الإنذار. لكن اللي صار صار، كل شي مرقنا فيه راح وانتهى، وأنا هلأ رجعت حبيب جمرة. تعودي نحنا منحب بعض، مفهوم؟ جمرة عم تشتغل لعلي جاسوسي. عفوا كنت بدي أقول حبيبتك. بتمنى ما كنت تأخرت بتحذيرك، لأنه قبل شوي حسيتك أنك عم تحكي شي مهم. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.